خلونا نروح الموضوع هاجس الأمهات يمكن أكثر، الخوف على البنت لأنه عندها لازم الزواج هو رقم واحد. هذا أثر على موضوع فكرة الزواج، وفي نفس الوقت من ناحية طبية يعني هل صحيح أنه يأثر مثلا خلصنا يعني مرحلة الزواج جاء بعدها الحمل وما الحمل، يعني هذه الألعاب النوعية تأثر لما أحد يعرف أنك أنت بطلة تايكواندو ولا كاراتيه، هل هذا عامل جذب ولا عامل نفور؟ تفضل. أول شيء بخصوص الأم ودعمها، يعني أنا كل فخر وشرف بأن يكون ابنة لإنسانة هي بالنسبة لي أم وأب وصديقة وداعمة، حتى لو كان المجال اللي أدخله ما هي عارفته، لكن هي كلها ثقة بأنه أنا ما أختار شيء إلا وأنا عارفة إيش أبغى بالضبط. فرغم أنها يعني ما هي عارفة إيش تفاصيل اللي أنا داخل عليها، فكان الدعم من والدتي حبيبة قلبي كبير جداً ولا محدود. ودائما في كل امور الحياه اللي اختار فيها ومجالات الحياه اللي اختارها دائما افكر في الستيك هولدر، الشخص اللي فقط ياثر عليه وياثر على اثر عليه واثر عليه في قراري. فالحمد لله كانت والدتي يعني من اكثر الداعمين او اكثر شخص دعمني بكل ناحيه. تاثير الرياضه سواء كان اي نوعها، والرياضه كلها كلها تكمل بعضها، كل انواع الرياضه تكمل بعضها، كلها جزء لا يتجزأ من بعض. تأثيرها على الجسد بعكس ما هو سائد عند المجتمع، أنها ممكن تأثر على هرمونات الأنوثة، ممكن تأثر على الحمل والزواج والتفاصيل هذه. طبيا وعلميا الموضوع عكس تماما، بالعكس الجسم العضل فيه هو الداعم الأساسي للعظام ولكل التفاصيل، فإذا كانت العظام أو العضل قوي فكل المراحل الصعبة اللي مر فيها الجسم يقاوم. ما لا علاقة. طيب عنود. أنا بالنسبة لي بصراحة قبل أتزوج كنت ماشي على نظام وقضوا حوائجكم بالسر، فكنت يعني ألعب وأمارس رياضة، ويعني ما مو كثير يعرفون عن إيش أنا جالسة أسوي، يعني أنا أهلي ما اكتشفوا إني لاعبة رفع أثقال إلا بعد ما تزوجت وطلعت ولعبت في بطولة رسمية. وزوجي من أكبر الداعمين لي بالعكس، يعني واللي ساعد إنه هو كمان رياضي، فنفهم بعض بأنه أوكي بروح أتدرب، عندي وقت تمرين الحين، فما يوقفني عن التمرين أو ما يعيقني عن التمرين. فبالعكس يعني ما أشوف إنها عائق بأي شكل من الأشكال. وبالنسبة للحمل والولادة يعني مثل ما قالت الدكتورة، يعني أصلاً الرياضة أساسية قبل الحمل، يعني تعتبر تأهيل الجسم للحمل. والألعاب المختلفة يعني كثير من الرياضيات وهي حامل تكمل تمارس رياضتها وما تأثر عليها بشكل كبير، يعني يكون فيه نوع من التغيير أو التسهيل بعض الحركات، بس مو يعني أنه الواحد يقطع نهائي. جميل. أسماء أنت عندك وجهة نظر في الموضوع هذا؟ As a coach كثيرين كانوا خاصة الأهل والأسرة كيف تدربين، كيف تنططين كذا، هم تفكيرهم كيف تنططين، كيف تشيلين أوزان بعد الزواج وبعدين الحمل وبعدين، فهذا الشغل ما يناسبك، لا تاخذينه فول تايم. بعد ما رجعت وفكرت وشفت قدامي مدربات، أنا أتكلم كمدربة مو كامرأة رياضية تمارس رياضة، كمدربة تعطي كلاس رياضي، إذا هي مهيئة جسمها قبل، عضلاتها قوية، لياقتها عالية، بالإضافة إلى مرونتها عالية، بالعكس أبداً ما يأثر أنها تعطي كلاس بفترة الحمل نهائي، فما علي أي خطورة ولا في أي تعارض كمدربة أو أزا كوتش والحمل أبداً. نعم.